السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. حزب مغربي يقترح إلغاء عيد الأضحى، وإليكم التفاصيل. رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مقترحا إلى رئيس الحكومة قصد إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك بسبب الظروف التي تمر منها البلاد. واعتبر حزب الطليعة خلال اجتماع عقده سعد العثماني مع الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى هو مقترح وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في السنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينيات. وقال تنظيم السياسي اليساري أن غالبية المواطنين المغاربة لن تكون هذه السنة قادرة على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق الدعم. ومن جهة أخرى، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كان قد كشف استعدادات وزارته لعيد الأضحى لهذه السنة الذي يتزامن مع استمرارية الأزمة والجفاف التي عانى منها الموسم الفلاحي أن الأزمة الأخيرة، ولكن عيد الأضحى له خصوصية لأنه مناسبة لوجستيكية.